تحية طيبة مشاهدينا، وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. سيطرت قوات النظام السورية على مدينة الميادين، إحدى آخر معاقل تنظيم داعش في سوريا، والتي لجأ إليها أفراد التنظيم بعد أن تهاوت معاقلهم في محافظة الرقة. وتكتسب المدينة أهمية استراتيجية بحكم قربها من الحدود العراقية، فهي تشكل آخر طرق الإمداد بين سوريا والعراق اللتين أعلن داعش فيهما خلافته المزعومة. فر العشرات من مقاتلي تنظيم داعش المحليين خلال الأيام الماضية من محافظة دير الزور ووصلوا إلى الأراضي التركية. وأفادت مصادر إعلامية بفرار عشرات المقاتلين من داعش من مناطق احتلال التنظيم في مدينة دير الزور وأريافها بسبب اشتداد حدة المعارك وتراجع التنظيم ميدانيا أمام الضربات الجوية. أعلن التحالف الدولي أن نحو 100 مقاتل من داعش استسلموا في الرقة السورية خلال 24 ساعة الماضية، وتم إخراجهم من المدينة. وفي وقت سابق أفادت وحدات الحماية الكردية أن تنظيم داعش على وشك الهزيمة في الرقة، ومن الممكن استعادة المدينة كليا اليوم أو يوم غد. قال مسؤول كردي رفيع إن القوات العراقية أمهلت المقاتلين الأكراد حتى مساء السبت للانسحاب إلى مواقعهم في محافظة كركوك الغنية بالنفط. في المقابل أعلنت السلطات الكردية استعداد قوات إقليم كردستان للدفاع عن مواقعها مهما كلف الثمن. أعلن مصدر عسكري عراقي أن الجيش العراقي أنزل أعلاما لإقليم كردستان كانت مرفوعة جنوب محافظة كركوك واستبدلها بالعلم العراقي. وأوضح المصدر في تصريح صحفي أن قوات للجيش العراقي دخلت المنطقة في إطار خطة لإعادة الانتشار في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات البيشمركة خارج حدود إقليم كردستان. أعلن القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر سيطرة قوات الجيش على أغلب أجزاء ليبيا، مؤكدا أنه لم يتبقى إلا مسافات قليلة خارج سيطرة الجيش. وقال حفتر إن الجيش بات يسيطر على المنطقة الواقعة غربي طرابلس من زوارة المشرفة على المنفذ الحدودي مع تونس وحتى مدينة الزاوية. أعلنت مصادر أمنية أن طائرة تحطمت إثر إقلاعها من أبيجان، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى. وبحسب أرقام حكومية أولية قتل 4 أشخاص وجرح 6 آخرون. الطائرة من طراز أنتونوف وكانت تقل 10 أشخاص بحسب المتحدث باسم الشرطة في ساحل العاج. نهاية الموجز، في أمان الله.